في ابراج اينما تولي وجهها او يجي سيرتها السمعه بتاعتها تطير، سواد ربنا ما يكتب عليك ولا على عزيز ليك، يعني تلاقي كده سمعتها سبقاها، يعني يقول لك فلان برج كذا، يا ساتر. شوف بقى ده يستاهل ان هو تضربه بالنار، يستاهل الاعدام في ميدان عام من برجه. ليه؟ هي سمعة، يعني هو خلاص وصلوا لمرحلة ان دي سمعة، مفيش تفاهم بقى. فاللي يقدر ان هو يتوقعهم في البداية كده قبل ما اقول لكم يا ريت يبتدي. اول الابراج دي ومن اشهرها هو برج العقرب المائي. المشهور عن العقرب ان هو برج خايف، يقول لك عقرب بس يا معلم انت هتتخان عاجلا ام اجلا، لازم البرج ده يخونك. انت عارف انت لو غلطت مع العقرب، انت عارف انت لو كذبت على العقرب، انت عارف انت لو قليت مع العقرب، العقرب ده هينتقم منك لدرجة ان انت هتطلع نار من ودانك كده بذمتكم. ما ده اللي بيتقال اول ما يقول لك عقرب، يقول لك يا ساتر خلينا بعيد، صح؟ هي الفكرة كلها ان العقرب من اكثر الابراج ان لم يكن اكثرها ما يسيبش حقه. في امكانيه بقى ان انا اخد حقي؟ مفيش امكانيه، الموضوع صعب، هو عزيز عليا، كان في بينا عيش ومال، غلط فيا تمام وما كانش معاه حق ان هو يغلط في، سيبوني عليه. العقرب بيقول لك كده، يعني مهما تهدف العقرب ويتكتك بقى ويخطط والعقرب في بقى حته، هي هو القلق هنا بقى، المشكله في السمعه بقى هي هنا، ان العقرب يعني ما بيردش بنفس المقدار، هو بيبقى عايز يأذيك او يوجعك اكتر ما انت وجعته. ان انت وجعت مثلا العقرب بنسبه 80% فهو بيبقى عايز يوجعك بنسبه 400%. فهنا يقول لك كم انت قاسي يا برج العقرب. فانشهر بقى العقرب بان هو برج دايما غدار، برج دايما خاين، لان العقرب حينما ينتقم لا ينتقم فجأة، خد بالك، وربما يضع لك السم في العسل عشان ينتقم. ليه بقى؟ العقرب لازم يهيئ لك ان الجو تمام، تعالى بقى يا حبيب قلبي، ده احنا انت غلطت فيا بقى وكده، واخد بالك. ربما العقرب يبين لك ان هو نسي، مفيش اي مشكلة واحنا حلوين والدنيا تمام، وفي وقت ما انت مستكانيوس، واللي عارف معنى مستكانيوس كالعادة يقول لي معناها ايه، يلبك اللبة، واللي برضو عارف معنى يلبك ايه يقول لنا، ده القاموس الخاص بينا يعني. تمام. فمن هنا تقول ده غدار، هي الفكرة مش غدار ولا حاجة، هو انت غلطت وبقالك فترة، والعقرب عشان مش محسسك او مبين لك فاعتقدت ان هو نسي، فلما جه ياخد حقه انت اعتقدت ان هو غدر بيك. وصلت؟ فهمتوا؟ فمن هذا المنطلق لو فاهمين الحته دي نفهم قوي شخصيه برج العقرب. طمنونا يا جماعه الصوت والصوره رجاء. من الابراج التانية اللي سمعتها طين قوي، سواد نائع، مقطرن، منقوع، اسود من قرن الخروب، هو برج الدلو الهوائي. ليه بقى؟ تقول الدلو يقول لك يا ساتر ده بارد. سمعة سمعة، مثلا انت تبقى شاب مثلا وهي بنوتة مثلا، ف تقدم لها مثلا شاب دلو، فتيجي صاحبتها تقول لها ده أبرد خلق الله، ده لو ولعت النار حواليه من كل حتة مش هتولع فيه من كتر البرود اللي فيه. ما عرف عن الدلو وانطبعت واتلزقت في شخصيته ان هو برج بارد، ولا سيما في الحب. هو مش بارد، انما هو بطيء التفاعل، او بالبلدي يعني بلاش بطيء التفاعل، دي لاحسن هي تبان ان هي شتمه بصراحه يعني تبان ان هي شتمه، انا اسف يعني. انما هو لا يثار بسهوله، مش اي حاجه تثيره، مش اي حاجه تلفت انتباهه، مش اي حاجه تخليه يتجنن ويندلق ويجيب اللي عنده، الدلو كده. فلو انت برج، لذلك لو انت برج يعني من الابراج اللي هي حساسه قوي بزياده، ولما اقول كده هتجيب لي الثلاثه المائيين دايركت، هتجيب لي حوت سرطان عقرب، ولذلك هو من اسوأ التوافقات معاهم،
مش بس للنقطة دي، إنما هي من المحاور الأساسية اللي بتخلي فيه فشل بينهم، يعني إن هم حساسين قوي وصراع الإثارة قوي. خلي بالك الأبراج المائية رجال ونساء يثاروا بسرعة الدلو، لا فهنا لما يرتبطوا بيقول لك ده بارد، فتلاقي هي الفكرة مش بارد، والفكرة زي ما أنا قلت لك كده إن مش أي حاجة تسير ولا أي حاجة تعفرطوا ولا تنططوا ولا الكلام. برضو من الإخوة الأبراج اللي سمعتها طين بصراحة هو أنا عايزكم تتوقعوا معايا وأنا بتكلم كده، هو البرج المصوم برج الجد، لأن ما عرف عن برج الجد إن هو بينطح. يعني أي حد يقول لك أنا هقرب من برج الجد هينطحك، جدي ما دام أنت داخل كده ما تقربش أوي، دايما خلي فيه فاصل، دايما خلي فيه مسافة ما بينك وما بين برج الجد، لأن البرج ده بينطح مش كده؟ سمعة طين سابقاه وتلاحقه أينما ذهب، ظالمينه يعني، واخدين فكرة غلط للأمانة عن برج الجد. الفكرة يا عزيزي إن برج الجد دي يا أبيض يا أسود، ما عندوش رمادي ولا بين البنين، فانت لو بتستظرف قدام الجدي او بتهجص هيلزقها لك، فانت تقول ده بينطح ما بيزوقش، فين الدبلوماسيه؟ انت هتشتغل ام وتقول له فين الدبلوماسيه؟ يعني انت تقعد تمدح في نفسك ولا تقعد تفشر وتهجص وعايزه ان هو يطبل لك؟ هو ما بيعرفش يطبل، ولا بنوتة الجدي بتعرف تطبل عامة يعني، هي لو فيك حاجة تقولها لك، يا إما في أفضل الأحوال تسكت. يعني إيه؟ أنت لو مرتبط بيك مثلا وأنت فيك عيب مثلا أيا كان، يعني بتاع ستات مثلا، بخيل مثلا، أي حاجة من حاجات السواد دي المنتشرة، ف يعني ما تنفعش تيجي تقول لها بقى ده أنا كريم وإيدي فرطة وفي خرم في إيدي ما فيش فلوس بتقعد، هتستفزها ما بتسكتش، هتيجي مديهم لك، فتيجي تقول ده بتنطح، هي ما عندهاش بين البنين، يا ابيض يا اسود، هي الفكره في كده. لذلك امشي عدل مع الجد مش هينطح، اتعود لازم ينطحك عشان تتعدل، نطحة الجد تعدل، ودي مش نطحة، دي بيفوقك بقى بالبلدي كده يعني، تمام؟ والله ما فاهم يا جيان، يعني تعليقي بتقول لي مش هتلاحق النهارده، مش فاهم قصدي. عامة من الأبراج اللي معانا كمان اللي سمعتها سواد قوي برضو وسابقاه هو برج العذراء. العذراء ألعن في السمعة من الدلو، لأن ما عرف عن العذراء أو ما شاع خطأ عن العذراء إنه أصلا ما بيحسش. يعني ان كان الدلو بارد فسمعة العذراء ان هو ما بيحسش، يعني انت رايح ترتبط بحد او تتعامل مع حد عديم الاحساس. هو احنا قلنا من شوية ان الدلو صعب تأثيره او صعب ان هو ينبهر او يتأثر عليه او فيه، يعني العذراء بقى يا صديقي كتوم قوي وقاصد قوي وحابب قوي ان ما يبانش عليه اي حاجة قوي. وصلت؟ يعني ممكن تبقى، خلينا اقول مخطوب، انا ما احبش اقول مرتبطه لان مرتبطه تحمل مشين مع بعض، خلينا اقول مخطوب، خلينا في الحلال يعني، تمام؟ فلسه في الاول، وخلي بالك ممكن تكون مخطوب يعني خطيبها بقالك سنه عند العذراء دي في الاول، يعني انت بالنسبه لك خطوبه سنه فالموضوع كده طويل قوي، ده عند العذراء لسه بنقول يا هادي عشان تبقى فاهم العذراء يعني. فتيجي انت تقول لها بحبك وحشتيني، تمام؟ وريني شعرك، كلام الهجس ده كله، فالعذراء ما يعني طب ماشي انا بحبك ماشي يعني وحشتيني وماله ما يضر، فممكن تسمعك قوي بس ما تردش، فانت تقول ممكن تبقى بتغلي من جوه، يعني الكلام اللي انت بتقوله ده بيأثر في العذراء، لكن
حب العذراء ان ما يبانش عليه اطلاقا اي رياكشنات او تفاعلات كيميائية او فيزيائية حتى، بيخليه يبان قدامك كده، انما هو اصلا مش كده. تمام، فدي سمعة ان العذراء مش رومانسي خالص، جاف في المشاعر تماما. غلط طبعا، انت اللي مش فاهم شخصية العذراء، هي الفكرة كلها في كده. تمام، من الابراج التانية بقى اللي معانا عشان ما ننساش حد، برج الطور، وهو البرج الاخير، انا كاتبهم عشان ما انساهمش عامة في اللايف. برج الطور